بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا
لذا ذلك تقول
فإذا هم من الأجداث إلى
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن في الخلق أفلا يعقلون وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
صدق الله العظيم.